بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا نحن موحدون بإذنك وتوفيقك، فلا تحرمنا من هذه العطية التي هي منا من لدنك، ولا من مقبول إلا منك، ولا عطاء صحيح ومكرم إلا عطاءك. فاجعلنا مؤهلين لبقاء عطائك ومؤهلين للزيادة منه يا ربنا، وأنت تعلم أننا ملهوفون في هذه السبيل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان ولا عدوان. نرجو الآية هذه في سورة الأنبياء عليهم السلام والآية 48: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. إذا كان جاتك ثلاث ظروف هذه، فرقان وضياء وذكر، وقت يجيك ما يجيكش على طريق التوراة ولا الزبور والإنجيل، خاطر أصابه من تحريم من لدن الأنذار الأوباش، ما يجب أن يجيك تو الثلاثة ذوما في الوتر المبارك إلا إذا كان مرجعيتك كانت قرآن مسنود بالأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة على سيدنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وتوفيق الرحمن لك في هذا المجال. هل ذي هذايا اللي يسبق فرقان ويليه ذكر، ما هو رخيص هذا، وسلعة الله غالية الجنة، أنت طمعك بشر كل البشر، لكن طمعكم اليوم في ضلالة، طامعين فيما قدمه عليكم إبليس ومخيبتكم المريضة وزادكم مرض على مرض في قلوبكم، عطلت عقولكم وفقدت نورها، وأوذيت أرواحكم بقي فيها نقاء، وأفسدت عواطفكم إن بقي فيها شيء من اللين والرحمة. إذا ما العمل؟ احنا أهل القرآن ندعوكم إلى الإخلاص إلى مولانا، مولانا للكل، الله رب الجميع وليس له سميع، حتى وحدكم تقول عنه الله. الأسماء الحسنى كلها لله وحده، سيليكستوزيفيتي، افهم مش معنى لي بوز اتريبي دالله سو بور الله، لا باناج دالله. ننتقل للآية 49. أشكون هما المتقين هذوما الذين يخشون ربهم؟ قال يا رباه هذا الكل التربية البرجيبيين، ومن جاء بعدهم كأبناء برجيبة وأبناء بن علي اللي مازالوا يعلموا برجوعهم. يسيو هنا يزيدوا حتى يمشرجوا يزيدوا يهتكوكم، يزيدوا رب لوط يزيدوا غرقوكم مع ابليس في عالم الاوهام والاحزان والخسران والعياذ بالله. لهذا يتمنى الى مرض سيتا نوستالجيك باثولوجيك. الذين يخشون ربهم بالغيب، مش بالضروره باش تعرفوا انت يخشى الله، بالغيب ام امره مع الله غيبي غير مرئي وغير مسموع وغير ملموس، هؤلاء هم المتقون. قال نار كل ينبع وقول أنا مو من نتقي ولا نقي، هو مدع أثيم، وهذا يا ربي هو أفاك أثيم، أفاك كثير الكذب وأثيم ثقل الأثام على كهله كهل الأحمق الذي لا يكاد يبين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، يعني هكا نصوم دي تيموري على الاخر في الخوف، شنو نشكون معانا يوم القيامة؟ هذاك علاش احنا شادين صحيح في طريقنا، والله المسألة مش تلعب، ما نلعبوش احنا برقبنا ومصيرنا، الله اللي قال هو هذاك الصحيح، والله من ينازع في وجودي وعدلي وعدالتي إلا الغافلون المعبوث بهم من طرف إبليس اللعين. والسلام على المتقين.